بالنسبه لهذا الاخ المعدي الاخ الكريم، انا تنتفاجئ حين سمعت الاخوان ما كيعاودوا. ملي جيت لقيت غير لابيلونس واقفه بوحدها، هو المهدي دو. حين ما طلعت انا للدار عندي لقيت بعدا للاسف المراه ديالي ازماتيك مزيره، خاصني نديها ندير لها الروبو. مشيت انا والاخ حمزه وحنا نتلاقاو بالمهدي بالصدفه، يعني في السبيطار في العنايه المركزه في سيدي عثمان. المهدي مهم كيقولوا الرجال طايره، الحمد لله راه ما طايراش، ولا انما غتكون عنده مصاريف. هو الدري راه مقطوع من الشجره، راه كالايتيم، يعني يلا خدم واحد يومين او ثلاث ايام ما عندوش المدخول. خاص باش ان شاء الله الرحمن الرحيم وقفوا معاه، الله يرحم الوالدين، وقفوا معاه الله يرحم الوالدين، باش تكون ان شاء الله يعني الرجل ديالو بخير وعلى خير. وحنا الحمد لله هذا الشيء هذا كيكتب، وهذه المكاتب. هو التهور ديال هذا الانسان اللي هو زعما في الطرف اللي هو خاصنا نكونوا زعما يعني نقدروه ونحترموه للخدمات اللي تيقدم لنا. ما غاديش نخلصوا كل شيء ونخلطوا كل شيء ونقولوا حق الوقايه المدنيه، لا، راه غير واحد الشخص، هذا الشخص هو اللي تهور وحط راسه في هذا المشكل هذا. وإلا حطوا راسه في هذا المشكل اللي كان طالع طونسيو ولا معصب ولا ما عرفش ماله مع راسه ولا مع مراته ولا مع الاحوال اللي به، ما يضربش النقص لا على قدا ويخربقنا حنا مواطنين. وهذا الوطن هذا راه تيشملنا كاملين، وقايه مدنيه وعسكر واطباء، والحمد لله حنا كلنا مغاربه. وكينقاسيو وكينفرحوا وكينضحكوا، وهذه هي الحياه بحال هكا. هو اللي تنبغيو حين ما تكون مثلا بحال هذه غنسميوها كسيده، وإلا كانت هذه الكسيده نوقفوا مع المهدي ما تضيعش ليه رجيلته، والله يرحم ليكم الوالدين، ونخيطوا ما بيناتنا بخيط ابيض. والناس المسؤوله راه تقد بالواجب، ونتمناو للجميع، وهذا رمضان سعيد علينا، يا ربي تسهل لنا جميع. ما بغيناش يضيع في حق، وبغينا الحق كل واحد يتعطى ليه على القدر الجزاء ديالو. هذاك الا كان غلط وغيتحيد ليه الزي ديالو او تقدم محاكمه الى اخره، راه ربما دار علاش. والدري الاخر حتى هو باش يضيع في رجلو، لا، خاص الناس يعني في هذه اللحظه ماشي نبقاو حنا نخرفوا، سيروا وقفوا معاه الله يرحم الوالدين ماديا ومعنويا ويدير الله خير. باقي الامل رجلو ما تضيعش ان شاء الله، وحتى حاجه ما تضيع في هذه البلاد، وغتزادنا خيرات في خيرات، وان شاء الله نشوفوا شباب ونشوفوا شبان ونشوفوا ناس محسنين، ونشوفوا ان شاء الله الوطن كامل، وعاش المليك والمغرب هذا، واللي ما بغاناش يموت بالسم. السلام عليكم. شفتوا الانسان كيف ما قلت لك حين ما شفتوا، راه الانسان هز الحر ديالو اللي هو الدرجه، راه تيغوت الانسان باغي دابا اللي يساعدو. حنا كنطالبوا باللي يساعدو دابا في رجلي، يوقفوا معاه، حتى تعرفوا الاجراءات ديال السبيطار وهذا في وقت الازمه، وكل شيء مسائل ماديه، والله يرحم الوالدين. اتجهوا المهدي وقفوا معاه، عطيو واحد المساعده، رجلو ما بغيناهاش تضيع، وبغينا الاجراء يكون قانوني. والحمد لله راه كاين القانون في البلاد، راه ماشي ما كاينش. وهذا اللي تنقول لكم، الله يرحم الوالدين، الانسان ما يبقاش يتهور. لكتي بالنسبه لهذا البومبي هذا، لكتي اخويا مقطوع، راه نكذبش عليك، هادشي اللي غايقولوا عليك الوطن كامل. او لكتي مقطوع، راه ماشي مقطوع من الكمايه ولا من شيء، ما راك واقيلا مقطوع من الضمير الحي. وسمع السلطات، جميع السلطات كيوقع على المكاتب، جميع المواطنين المدنيين تيكتب عليهم المكاتب، هذه الدنيا.